من ظلمة سردين نديكم مشاهدينا باش نشوفوا وصفة تارت فريز. لا تارت فريز اليوم جبتها لكم مختلفة شوية على لا تارت. إذا يعني الديكور راح يكون نفس الديكور ولكن في لاباط راح نبدلوا شوية في لاباط ديالنا. راح نشوفوا كيفاش نحضروها. إذا عندي 250 غرام تاع المارغارين. المارغارين تاعي لازم تكون درجة حرارة الغرفة، يعني لازم تكون طرية. والميزة كذلك في هذه الوصفة أنه تقدري تحطي جميع المكونات على جهة وتميكسيهم ولا عفوا جوزيهم في لاباليت. هنا راح نستعملوا مشاهدينا الكرام هنا في البيترا ما نستعملوش الكروشي وما نستعملوش الفوي، راح نستعملوا لوكا يعني لاباليت. اذا راح نضيفوا هنايا زوج حبات تاع البيض. شوفوا انا لاباط تاعي كيفاش تجيني وراح نشوفوا الريزولتا كيفاش راح يجي. زوج حبات بيض بهذا الشكل، راح نضيفوا عليها 3 ملاعق تاع السكر الناعم من منتوجات مهدي. هنا مشاهدينا علاش ندير 3 فقط؟ ماذا بيا ما تجينيش حلوه. بهذا الشكل ملعقه تاع مايزينا باش نخففوها جيد، ونضيفوا هنايا لافاني، وعندي قرصه تاع لا ليفور شيميك. فوالا هذا واش عندنا في الوصفه. واكيد مشاهدينا الكرام ما نساوش حاجه جد مهمه اللي هي قرصه تاع الملح لتعديل الذوق باش الكاطو تاعي يجيني محمر وكذلك الذوق يجيني رائع. اذا هنايا نحتاج لو فون دو تارت تاعي لا كويسون تاعو ابلون. واش معناتها لا كويسون ابلون؟ معناتها ما لازمش يطيب لي بزاف، يقعد شغل بيض. هي جينيرالمون لي تارت يحبوا لا كويسون ابلون. طلعها فوق البيتران. هنا نقدروا نزيدوا ملعقه تاع زيت المائده بهذا الشكل. كما قلت لكم نستعملوا الكا هنا لا باليت. يلا نبداو بسم الله. عفوا بسم الله. نعاودوا مشاهدينا الكرام المقادير. قلنا 250 غرام تاع المارغارين، زوج حبات تاع البيض، نضيف عليهم 3 ملاعق تاع سكر ناعم، ملعقه تاع المايزينا، لافاني، ونص يعني تقريبا نقولوا قرصه حتى نقولوا راس تاع مغرفه تاع القهوه تاع لا ليفور شيميك باش نخففوها، ونضيفوا الملح. هنا مشاهدينا المكون اللي راح يخليني الكاطو تاعي ولا لو فون دو تارت تاعي يختلف هو اللوز. اللوز تاعي اللي كنت حمصته ورحيته راح نضيفه في لو فون دو تارت ادين. عندنا هنايا عفوا عندي هنا مشاهدينا الكرام 80 غرام تاع اللوز اللي كنت حمصته ورحيته راح نضيفه هنا في لو فون دو تارت تاعي. هنا اعتمدي هذه الوصفه راح تعطيك نكهه خاصه مشاهدينا الكرام. نروحوا للفارينه مشاهدينا الكرام. هنا الفارينه تاعي راهي مغربله، نغربلوها ونحطوها لي بوكو تاع معنا، بالك شما تقولوا باللي درتوها مباشره ولا. اذا لافارين مشاهدينا الكرام في لاباط بغيزي دائما ولا عفوا لاباط سكر نستعملوا تيب 45. كما قلت لكم تيب 45 نستعملوها لي غاتو ساك، و 55 دائما المعجنات باش ما تنساوش. اذا نضيفوا هنا لافارين مهمة جدا. هنا نحتاجو حوالي 400 غرام تاع الفارينة في هذه الكمية ونشوف.
نضيفوا الفرينه. هنا بالك راكو تسالوا تقولوا خدمتها بالبيتخا، نقول لكم مشاهدينا انه لا باليت تستعمل ولا لوكا يستعمل لي غاتو سيك، يعني كيما الكروكي لي صابلي ولي فون دو تارت اللي ما تقدرش تخدم بيدها تقدري تستعملي لوكا. اما بالنسبه للكروشي نستعملوه لي بات لوفي، ما نقدروش نديرو به لي غاتو سيك لانه راح يعلك لي لا بات ديالي ويعجنها. الفوي اكيد تعرفوا انه كامل للبيض بوغ لي بات مونتي. يلا مشاهدينا نضيفوا الفارينه تاعنا. حتى وين تتلايم العجينه ديالي. نضيفوا كميه قليله فقط تاع الفارينه، قليله لانه بالك ولانه لو كانت تجي يابسه شويه زياده تاع الفارينه راح تجيكم يابسه لاباط. شويه فقط جوست باش نعاود نطمها ونجيبها لهنا لو ريسيبيون ديالي. فوالا جيد، شوفوا لاباط تاعي مشاهدينا راح نشوفوها مع بعض، شوفوا القوام ديالها. نزيدوا شويه فرينه باش نطموها منا. شوفوا معايا فون فوالا، فوالا شوفوا لاباط تاعي كيفاش تجي. حتى وانه اني استعملت لو بيتران ولكن العجينه تاعي الشكل تاعها شوفوا كيما لاباط صابلي عادي ماشي معلكه، لاباط شابه شوفوا فوالا. فوالا شوفوا معايا العجينه مشاهدينا هنا راهي عادي كيما لاباط صابلي ماشي معلكه. شوفوا كي نقسمها شوفوا ان بات صابلي يعني ناجحه. اذا نعاودو نرجعو لهنا نحطو لاباط تاعي هنايا نخلوها ترتاح. بعد ذلك واش نديرو؟ اكيد راح نحلها ونديرها في الفون دو تارت ونخليها طيب على 180 درجه. انا كنت حضرتها مسبقا اكيد، انا وريت لكم لا روسيت هي لا باس اللي هي لو فون دو تارت اللي استعملتو مشاهدينا الكرام. نرجعو الادوات لبلاصتهم باش نكملو التزيين. هنا ندير شويه لا شونتيي فوالا اللي راح نزيدها في الكريمه تاعي. الكريمه مشاهدينا كنت ديجا حضرت معاكم الكريمه عده مرات، راح نعاود لكم فقط الوصفه. اليوم عطيت لكم لا باس تاع هديه كيفاش نديرها باللوز وكيفاش يجي الذوق تاعها جد رائع. تقدري ديري مام لي طارتوليت. عندي الفريزه مشاهدينا الكرام لا طارت لاباط تاعي نخليها هنا دوك نفيلمي لو ريسيبيون ونخليها ترتاح. استعملوا لو فيلم اليمونتير. جيد بهذا الشكل خليها ترتاح. انا الوصفه اللي عطيت لكم مشاهدينا مباشرة تقدري تحضريها، ما تخليها تروبوزي ما والو، ديراكتومون حليها ديريها طيب وتعطيك الشكل رائع. عندي الكريمة تاعي اللي كنت وجدتها هنا مسبقا، دايما الكريمة تاعي واش ندير فيها؟ عندي هنا نص لتلة تاع الحليب، حبة تاع البيض، درت لها 40 غرام تاع عفوا 60 غرام تاع الفارينة و 80 غرام تاع السكر الناعم، لافاني، طلعتهم فوق النار وحركتهم حتى تحصلت على هاد القوام. نعاود نضربهم بالباتورة
هنا واش ندير انايا الكريمه تاعي؟ راح ندير لها لا كريم شونتي. تقدري مشاهدينا الكرام تطلعي لا شونتي وحدها وننكوربوريها في هذيك الكريمه ديالي، نسموها لا كريم ديبلومات. ولكن انايا حبيت نعطي لكم هذه الوصفه تاع لي طارت، حتى اللي تعمل مشروع ولا تقدر هنا ما تستعملش كميه كبيره تاع لا شونتي، لانه هنا باش تقطع صده ولا شفتي باللي قليله نزيدوا لها شويه تاع الحليب ماشي مشكل. فوالا بهذا الشكل. فوالا شوفوا لي القوام تاع الكريمه تاعي كيفاش راهو يرجع ابيض رائع. هنا راح يتبدل اللون ويزيد يتبدل الذوق. فوالا نزيدو شويه، شوفوا القوام تاعها رائع. فوالا شوفوا القوام راهي تزيد تطلع، الفوليوم تاعها راهو يطلع. فوالا جيد. اذا نضربو طلع على هذاك الطاجين تاعنا نشوفوه اسك وجد ولا مازال. فوالا الشكل تاعو مازالو. فوالا نزيدو نخلوه نطفيوه ونخليه. فوالا اذا شوفوا معايا مشاهدينا هذيك الكريمه اللي تحصلت عليها كيفاش يجي القوام ديالها، راح نوريها لكم تشوفوها مع بعض بعد ما ضفنا لها. شوفوا معايا اللون تاعها ابيض ورائع. هذه دوكا سيداتي تقدري ديري بها لي طارت، تقدري تحضريها يعني في الفوغاج. بزاف بنينه اللي تحبي ديري بروجي ولا ديري مشروع تقدري تستعمليها. شوفوا لو فون دو طارت تاعي مشاهدينا، صدقوني انا حضرته في نفس الوقت و يعني ما داليش بزاف تاع الوقت. حضرته تمتم كيما جيت وجدته هاولي كيفاش طاب قعد كيما هو. قلت لكم لا كويسون تاعو لازم تكون كويسون ابلون، متفاهمين؟ فوالا دوكا نجيب لا مارينز تاعي ونستعمل فوالا بهذا الشكل نعمر. هناك فكرة ثانية سيداتي، نقدروا مقبل ما نفوري وهذا كل لي فون تاعنا نقدروا نوجدوا ان كولي دو فريز. الكولي دو فريز سيداتي
توجدي تخليه يبرد. بعد ما يبرد نديرو هنا في لو فون، نسبقو هو كطبقه في الفون. بعد ذلك واش ندير؟ نروحو للطبقه رقم 2 اللي هي الكريمه تاعنا مشاهدينا، ونبداو لو فاصوناج، المرحله كامل اللي نحبوها اللي هي التزيين والتحضير. اذا بسم الله نبداو. فوالا، ديسباتشي كامل هذيك الكريمه تاعي، ولا خصت نزيدو بيان سور. هنا بعد ذلك حنستعمل اكيد لاسباتشول تاعنا ولا لا مارينز باش نسقم لو فون ديالي. نعمر كامل الاماكن جيد بهذا الشكل، ونعد نبدا ليسي كامل هذاك لو فون ديالي. صدقوني الذوق تاع لو فون دو تارت هذا راح يختلف، خاصة كي قلت لكم كي ديروه بلي زاموند. نروحو للتزيين. ونبداو نقطعو في هذيك الفراولة تاعنا اون دو، نحوسو انو نطيرو هذوك الحبات اللي عندهم نفس فوالا اللي عندهم نفس الحجم. لازم يكونوا حجم كامل كيف كيف. فوالا اذا مشاهدينا الكرام احنا راح نكملوا التزيين تاعنا، وراح نتلاقاو بعد الفاصل ونشوفوا الوصفه تاعنا كامل واجدين. اقعدوا معنا ما تروحوش بعيد. اذا مشاهدينا الكرام لحقنا نهايه البرنامج، الوصفه تاعنا راهم واجدين. الطبق الاول اللي كان عباره على الليبولات ولا نقول لهم الدولمه كيما كنتو تشوفوا تاع لا ساردين، درناها مع الزيتون الله الله، رفقناها بالسيترون مع شويه تاع معدنوز. التزيين يقعد اختياري اكيد. اما بالنسبه للتحليه تاع نهار اليوم، شوفوا معايا مشاهدينا الكرام الشكل تاعها جد رائع. مام التزيين هنا كيما قلت لكم يقعد اختياري، كل واحد كيفاش يحب يزين. انا اليوم عطيت لكم لا باز تاع انطارت اللي تندار يعني باللوز، لو فون دو تارت تاعها درناه باللوز، وراح يعطيني ذوق جد رائع. نختموها اكيد منتوجات مسعد صودا، وهذا واش يليق مع هاد لي بولات تاع السردين. مشاهدينا قبل ما نروحو عندي تحيه ولا ديديكاس لعائله بويحياوي، السيده بويحياوي من منطقه رويبه، نقولها تحيتنا ليك وتحيه كامل يعني للجمهور اللي يتابع فينا، نقولهم دوموا اوفياء لبرنامجكم واش نطيبوا اليوم. ولا حبيتوا كذلك الوصفات راح تلقاهم على الصفحه الخاصه تاع يوتيوب تاع
البلاد، قناة البلاد. ديروا برك واش نطيبوا اليوم على قناة البلاد، راح يخرج لكم كامل الوصفات اللي حضرناهم، ولا دخلوا للصفحة الخاصة تاع الشيف مريم، كذلك راح تلقاو كامل الوصفات بتفاصيلها. إذا نقول لكم مشاهدينا الكرام تبقوا على خير، ونتلاقاو في عدد جديد. مع السلامة.